حنين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي أراحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي طبتم وطاب دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي أراحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي. أنا الشيخ عبد الكريم حماد حبيطي من عيلة دار الحبيطي، كنت مؤذن 33 سنة، فخلصت أذان وهسه أنا يعني قاعد في معاوي. البوشات انهدمت في 48 وبكى أرضها صبر عندها صبر قديم، يعني هذا الصبر اللي فيها زمان البلاد. احنا موجودين في البوشات عند بحد البير، بير البوشات اللي كانوا ملوا منه. هان بحدنا من البوشات هي بس قسمين، قسم هان دار الطاهر بكوا بانيين بدور حجر نظيف، والقسم الثاني في البلد هناك في البوشات، والقسم الثالث ثالث دور ابو خليفه، كلياتها اسمها البوشات. فهان كانوا يجي ملين منه، وهان بذياله كان بساتين، كلياتها بساتين يسكن منه ويشربوا منه. هان هسه وهي يعني من الكره المهجره في 48 هدوا هان الدور، وهالدور اللي هناك في عند البساتين في دور هناك لفوق برضه هدوها في 48 من الكرة المهجرة. هاي بكى غميك، كل ما ينبنى شين الجيش اجي هدوا طموا البير مشان يقيم كل الاثار اللي هون، شين بحشوا الرعيان عاد البير هذا بحشوا مشان يسكوا الغنم والبقر. هاي بساتين البوشات، هاي كلياتها اللي كبانا بساتين البوشات اللي عيدنا اليمين. هذا الصبر، نعم هاي الصبرة القديمة القديمة، شايف هاي أثار البنى، أثار البنى القديمة هاي من دور دار عم رشيد ودار مصطفى سليمان ودار عم فريد السوس و... هاي قرية البوشات، هاي القسم الثاني، يعني في دور اللي بعد بنايتها موجود، يعني شايف هون بكى قعدار هناك قعدار هناك قعدار. هسه هذا البلوط طلع على الدور، اما الكبيره هذيك قديمه قديمه فوق ال 100 سنة عمرها، يعني بكى هانا كلياتها اسمها البوشات لأن الشجر اللي فيها مبوش كلياته شابك على بعضه، هسه سموها البوشات. أي نعم، بكوا يجوا من الخليل يجيبوا طمر طمر مشان ياخذوا من هان ترنج وبرتكان من البساتين هاي يبدلوه، يعني يجيبوا طمر وياخذوا ندو ترنج وقرفوت وبرتكان و... انه يعني هان في مية دائما، هان خضارها انه هان في مية دائما نبع، يعني بكوا ينزلوا
ينزلوا هنا على البساتين، بكت كلياتها شابجي شجر كلياتها، ينزلوا من القريه بكت فوق وينزلوا هنا ياكلوا ويشربوا هناك ويطلعوا على الدور يناموا. صنارة ودلو صنارة، هاي إلها رأسين، كل رأس حسب التشوازة، التشوازة كبيرة من هاي الناحية، إذا التشوازة صغيرة من هاي الناحية لقطها واحد. خطورة لازم يتواكر الريح، إذا الريح غربي يدور ورا الريح مشان ما يجيش الشوش عليه، مش إذا الهواء غربي يجي يصير يلكط كل الشوش بيجي عليه. فالتلكيط برضو بده خبرة، تلكيط الصبر. اليوم الصبر زيادة عن الفواكه بيستعملوه الصبر في هذا الوقت هسه، يعني عندهم إياه أحسن من كل الفواكه، لما موجود الصبر أحسن من كل الفواكه، فوائده مثل كل الفواكه. في ناس اللي بتحبه كثير بتلقطه، في ناس اللي بتحبش تلقط، بتشوفه هذا كله شوت. الصبر الأصلي هو هذا الصبر اللي بدون شو، اللي بشوت. هاي الصبرة قديمة، هاي قبل 48 بكوا زرعوها، مش من الصبر الصغير هذا اللي بدون شو بدون شوج. بعلمهم ابن اولادي بيعرفوا يلقطوا صبر، يعني واحد احمد بلقط صبر، هذا الشيء لهم لقط جلن صبر من عندنا من الدار. في منهم بلقطوا بيديهم، شايف إذا الصبر كريم، شايف ها؟ ها؟ شايف؟ هذا الصبر اللي بيديه الواحد بلقطوا. في شغلات يقول لك إيه كيف بتمسك الجوز؟ ها؟ إيش؟ بيظفر أكثر أخرى، يعني باليد بيظفر أكثر. بدي أمرمغ الصبرات مشان الشوش الصغير اللي على التشواز يسقط على الأرض، مشان أقدر أكشر الصبر. مدير هنهان هاي في عليهن شوش، هسا كل الشوش هذا اللي عليه بينزل. هسا في منهم اللي بيعرفوش هذا الاشي، جن اخذوا تشواز مع شوشهن واخذوهن على الدور، جن انتلى اولاده الواحد انتلى شوش، وهذا شوشه بفوت بين الاواعي، بفوت صعب يعني يكيمه الواحد ينكبه، بس لازم ينظفه. في بكشروا بأخذوا على المدن، يعني في عند اليهود بكشروا هيك بحطوا في مقاشيم وبلبسوا عليه نايلون وببيعوا، يعني إذا الكيلو إذا كيلته هذا بخمسة شيكل بيبيعوا هذيك بخمسين شيكل مكشرة في المدن، عند اليهود يعني. فأشترهم في اليوم اللي بزرع الواحد صبير مشان التجارة، يعني بزرع له سربين ثلاثة بنص أرضه، بتجيب معاه أكثر من التفاح والموز والخوخ والصبر، بس بدك الواحد يعرف يلقطه يعرف يكشره. الآن بكى الجيش يخيم هون، خيم
هناك تدريبات دبابات ولا هذا هون مثل في جنوب لبنان بكو يعملوه هون الجبال اللي هال جنوب لبنان. هسا لما رجعنا الكل عاد شجر طبعا كل واحد بتمنى انه يرجع لأرضه ويعمرها ويحافظ عليها الأشياء القديمة هاي. بس أجيال اليوم هاي حدا بتطلع يعني صار في على الأرض وعلى يعني الجيل هذا العتيق هذا بيروح الواحد يلقط زيتوناته لا بيروح لحاله هو مرته واختياريه بيروحوا بيلقطوا بيرجعوا. الجيل الصغير هذا بدهم مش يلقطوا زيتون ولا بدهم يلقطوا شيء عودوش. بس احنا بدنا يعود الواحد اولاده على الشغل على شغل الارض على اعمار الارض على كلياتها هاي يعود اولاد الواحد من صغر عشان يطلعوا يحبوا الارض ويحبوا الوطن ويحبوا